يسرني وجودكم معنا من جديد. واليوم تودون أن تعرفوا لماذا لا يوجد ما هو أسرع من الضوء؟ مسألة بسيطة. إنكم تظنون بلا شك بأن في وسعكم أن تجمعوا السرعات إلى بعضها، وهذا صحيح، ولكن لأول وهلة فقط. انظروا بأنفسكم، فهذه الكرة أضعها بهدوء على هذا الشريط المتحرك، وهو يتحرك بسرعة 5 أمتار في الثانية. فالكرة تتحرك إذن بسرعة 5 أمتار في الثانية أيضا. ثم أدحرج هذه الكرة بسرعة 2 متر في الثانية على الشريط المتحرك، فالكرة تتحرك إذن بسرعة 7 أمتار في الثانية بإضافة سرعة الشريط. والآن يشعل الضوء في الكرتين، وعندها نقيس سرعة حركة الضوء. وبالحساب العادي ينتظر منك الآن أن تضيف سرعة الضوء إلى سرعة كل من الكرتين على حدة، ولكن سرعة الضوء في كل من الكرتين تظل ثابتة مهما اختلف مكان القياس، وهو ما يقارب 300,000 كيلومتر في الثانية. وهكذا ترون إذن إنه لا شيء يمكن أن يتحرك بسرعة أعلى من سرعة الضوء، ليس في كوننا على أي حال. إلى اللقاء، ولا تنسوا، فالمهم هو ألا تتوقفوا عن طرح الأسئلة.